صباح الخير يا جماعة. أنا هلا في مدينة جميلة جدا من مدن إسبانيا، أجيب هيك زيارة سريعة. مدينة اسمها جيرونا، هكتشفها على السريع لأن كل اللي قاعدة فيه ساعتين ثلاثة. هوري لكم أهم المعالم الموجودة في المدينة، فإذا متحمسين اشتركوا بالقناة وفعل جرس التنبيهات طبعا، واعملوا لايك لما تشوفوا الفيديو الأول. متحمسين تشوفوا مدينة جيرونا اللي فيها شيء مشهور جدا لكل عشاق مسلسل Game of Thrones. فيا ترى ايه اللي هنشوفه؟ يلا بينا. طبعا انا زرت اسبانيا كتير قبل كده، يمكن 7 أو 8 مرات، وكل مرة كنت بزور فيها مدينة جديدة، ولكن المدينة دي مش عارف ازاي ما زرتهاش قبل كده. مدينة جيرونا بتكون موجودة في الجزء الشمالي الشرقي من مقاطعة كاتالونيا باسبانيا، على بعد 100 كيلومتر بس من برشلونة. بيقطعها نهر اسمه نهر اونيار، وعدد سكانها تقريبا بيكون 160 الف نسمة بس. وهنكتشف مع بعض اهم المعالم اللي من وجهة نظري اهم معالم المدينة، لان ممكن حد تاني يكون له وجهة نظر مختلفة. اكيد طبعا. وصلنا على اول معلم يا جماعة، ساحة الاستقلال. وساحة الاستقلال بتعد قلب مدينة جيرونا، وقريبة جدا من الضفة الشمال لنهر اونيار. الساحة اتسمت بساحة الاستقلال بسبب وجود نصب تذكاري في وسطها اسم النصب التذكاري للمدافعين عن جيرونا، اللي اتعمل تكريم اللي دافعوا عن المدينة وأسبانيا ضد الحصار الفرنسي في 3 حروب متتالية من سنة 1808 لسنة 1814، تخيلوا 6 سنين. بدأت فيها الحرب الاستقلال الإسبانية ضد فرنسا، والمدة 6 سنين كانت واحدة من أوائل حروب العصابات في العالم اللي كان فيها الشعب مش الجيوش النظامية للدولة هي اللي بتقاتل المحتل الفرنسي، في قصة بطولية اتجسدت في التمثال ده، التمثال التذكاري للمدافعين عن جيرونا. التمثال ده تم افتتاحه سنة 1894، موجود على قاعدة حجرية ويمثل 3 رجالة زي ما انتم شايفين وهما بيستعدوا للدخول للمعركة. والساحة الكبيرة دي بتعد ملتقى لأهل المدينة لأنها مليانة مطاعم وبارات ومحلات تجارية، فمباني الكلاسيكية اللي حوالين الساحة كلها محلات، فأكيد لازم أول شيء تزوره في المدينة ساحة الاستقلال. والجو مش طبيعي يا جماعة، درجة الحرارة فوق 40. طبعا عشان اسبانيا معروفة بالشمس المشرقة طول السنة، ولكن مش للدرجة دي. انا حاسس فعلا كأني ماشي جوه فرن نظامي. وما هذا الجسر الاحمر الجميل يا جماعة؟ الجسر ده بيكون اشهر جسر موجود في جيرونا، فالجسر الجميل ده اللي فوق نهر اونيار اسمه جسر ايفل. طيب وتعالوا نتمشى عليه واحكي لكم عنه اكتر، ولو اكتر من اسم كمان، اسمه جسر تجار السمك، يمكن كانوا بيتاجروا بالسمك فوقيه زمان، او جسر الوردة الحمراء عشان لونه احمر، لكن اشهر اسم ليه هو جسر ايفل، لان اللي صممه نفسه هو اللي صمم برج ايفل في باريس، المهندس جوستاف ايفل. فالجسر ده تم بناؤه سنة 1877 قبل ما يتعمل برج ايفل ب10 سنين تقريبا، لما كان المهندس جوستاف لسه في بداية مسيرته المهنية اللي توجه طبعا بعد كده برج ايفل بعد 10 سنين، وشكله بنفس التصميم الحديد الشبكي اللي اتعمل بيه برج ايفل. فالظاهر ان جوستاف ايفل ما بيعرفش غير الطريقة دي ولا ايه. والجسر ده طوله 40 متر ومطلي باللون الاحمر القرميدي الجميل زي ما انتم شايفين، اللي بيلفت الانتباه لاي حد بيزوره حتى لو جاي من بعيد. والصراحة لونه ما شفتوش على اي جسر قبل كده، مرصوف ارضيته بالخشب يمكن عشان ما يصديش، لانه حديد يعني ما يصديش من المية يمكن. واجمل شيء فيه هي الاطلالة الجميلة منه على البيوت الملونة على جوانب النهر مين وشمال زي ما انتم شايفين، ويوصل جسر ايفل لشارع الرملة، اشهر شوارع المدينة المخصص للمشاة بس واللي كله محلات تجارية، يعني لو جيت هنا اكيد مش هتقدر تفوت الجسر الجميل ده. وعلى ذكر البيوت الملونة اللي بتكون موجودة على طول نهر اونيار واللي بتشوفوها موجودة في كل الصور المشهورة لمدينة جيرونا، فاتعملت بين سنة 1911 وسنة 1919. ففي الوقت ده سكن مجموعة من الفنانين، كان اشهرهم الفنان رافائيل ماسو، واللي حاليا بيتهم الوحيد المفتوح معمول متحف حاليا. قرروا مجموعة من الفنانين وقتها انهم يخلوا منطقتهم دي مختلفة وتعبر عن فنهم، فقاموا بتغيير الوان وجهات البيوت اللي حواليها كلها،
غيروه بألوان جذابة مبهجة، يعني شايفين أصفر وأحمر وبرتقالي عشان يخلوا منطقتهم مفرحة ومبهجة أكتر. وبكده قدر يحول الفنانين دول منطقة سكنهم لمكان من أهم المعالم السياحية في مدينة جيرونا. ونزلنا على شارع الرملة دي لابرتاد أو شارع الحرية. فالشارع ده اتسمى بشارع الحرية عشان كان في شجرة هنا اتزرعت في الشارع ده سنة 1869 وكان اسمها شجرة الحرية، وكانت بتعبر وقتها على الفكر الثوري الأسباني اللي كان موجود في الوقت ده. فالمباني الموجودة في الشارع كلها على طراز الارت نيفو أو الفن الحديث اللي كان في بداية القرن 19، وبتعرفوه لما تلاقوا فيه ألوان كده مفرحة ومبهجة زي ما انتوا شايفين دلوقتي. وفي أكتر من متحف موجود في الشارع ده زي متحف الفن المعاصر ومتحف الفنون البصرية، وفي كمان أهاوي مطاعم كتير جدا. والصراحة أنا اتمشيت فيه لمدة نص ساعة بدون ما مل أبدا، ومنه داخل على المدينة القديمة والحي اليهودي. والحي اليهودي في جيرونا زي ما انتوا شايفين متاهة كبيرة قوي، شوارعها ضيقة وعلى جوانبها مباني حجرية بترجع للعصور الوسطى، جميلة جدا زي ما انتوا شايفين. وفي العشرات من المتاجر الصغيرة والمطاعم والقهاوي والساحات اللي بتكون موجودة وسط المباني التاريخية. والحي اليهودي ده من اكتر الاحياء المحفوظة زي ما هي من القرن الاتناشر لما بدأت هجرة اليهود من المناطق اللي بتسقط في الاندلس للحي ده، وبالذات في سنة 1492 لما بدأت محاكم التفتيش ضد اي حد رفض انه يتحول للديانة المسيحية الكاثوليكية، فكان محظور على اي يهودي انه يعيش خارج المنطقة دي. عشان كده فضل الحي اليهودي محتفظ بهويته التاريخية زي ما انتوا شايفين، حاجة تحفة فعلا، حاسس كأني ماشي جوه التاريخ. دلوقتي فهمت ليه تم اختيار مدينة جيرونا عشان تكون مكان تصوير المسلسل الشهير جيم اوف ترونز، واللي شايف الفيديو مش حاسس كده انه يفكرك بشيء من المسلسل؟ هو نفس السلم اللي في المسلسل بالظبط، بس يا ترى هما تعمل زينا كده واحنا طالعين على السلم عشان نوصل للكنيسة الجميلة اللي فوق دي. وبعد سلم كبير وصلنا لمدخل كاتدرائية جيرونا اللي بتكون موجودة في أعلى نقطة في المدينة، والكاتدرائية لها اسم تاني كمان اسمها كاتدرائية القديسة مريم في جيرونا. الكنيسة مذهلة يا جماعة، فعلا شيء مبهر. والكنيسة دي بتكون كنيسة كاثوليكية رومانية ومقر أبرشية الروم الكاثوليك في جيرونا. والكنيسة دي كانت كنيسة مسيحية بدائية قبل الفتح الإسلامي لأيبيريا، وتم تحويلها لمسجد سنة 717 لما وصل المسلمين لمدينة جيرونا، واستعاد الفرنجة السيطرة مرة تانية على المدينة تحت حكم شارلمان، وعيد تحويل الجامع لكنيسة مرة تانية سنة 908، يعني كانت كنيسة وبعدين جامع وبعدين رجعت كنيسة. ولكن في سنة 1015 كانت الكنيسة اللي باقية قايلة للسقوط بفعل التغيير المستمر من جامع لكنيسة، فتقرر إعادة بنائها مرة تانية على الطراز الروماني، وانتهوا في بنائها سنة 1064. ورجعوا صمموا مجمع الكنيسة في القرن 13 سنة 1312 بالظبط على الطراز القوطي، وتم افتتاحها سنة 1416 بالتصميم القوطي الجديد. تعالوا ندخل ونشوفها من جوه. يا ترى أسعار كام؟ 7.5 دخول الكنيسة و12 دخول الكنيسة مع المتحف. أنا هدخل الكنيسة بس. الجزء الداخلي للكاتدرائية بيكون أوسع صحن قوطي في العالم بعرض 23 متر وارتفاع 35 متر عشان يكون تاني أوسع كنيسة في العالم بعد كنيسة القديس بطرس الموجودة في الفاتيكان. والتصميم الداخلي للكنيسة جميل جدا، بيتميز بإزاز ملون للشبابيك، وفي شبابيك وردية ومسبح على الطراز القوطي متزخرف بطريقة جميلة ومصنوع من الفضة المذهبة والأحجار الكريمة، وفي كمان عدد كده من المصليات الجانبية. والدير مليان أضرحة لبعض الرهبان القدامى وأثرياء الزمن القديم اللي بيرجع تاريخ بعضها للقرن الرابع الميلادي. كفاية كده على الكنيسة، بيتهيألي أنا صورت ودخلت كنائس أكتر من أي حد مسيحي تاني في العالم. أما برج الكنيسة أو برج الجرس فتم الانتهاء منه في القرن 18، يعني بس من 200 سنة، وبيوصل ارتفاعه لأكثر من 70 متر بشكل متمن وبيضم داخله 6 أجراس.
وخارج الكنيسة فيها وجهة جميلة جدا على الطراز الباروكي، وبيسبقها سلالم كبيرة تم الانتهاء منها سنة 1607، والوجهة بتمثل الرسل 12 وتم نحتها في القرن 15. أرقام كتير قوي بقراها من الدليل تبع الكنيسة، فسامحوني لو قلت حاجة غلط. والكنيسة دي بتكون واحدة من أهم معالم مدينة جيرونا، خاصة أن السلالم المهيبة بتاعت الكنيسة دي كانت موجودة طول الوقت في مسلسل جيم اوف ثرونز أو صراع العروش، وفي جولة خاصة هنا اسمها جولة صراع العروش بتنتقل فيها في المدينة في أماكن تصوير المسلسل المختلفة، فأنا لو مريت في مكان ولاحظته أكيد هقول لكم عليه، باعتبار أن أنا واحد من ضمن ملايين اللي كانوا يتابعوا المسلسل ده اللي بيكون أشهر مسلسل في التاريخ. وعلى المسافة مش بعيدة من كاتدرائية جيرونا موجود حاجة اسمها الحمامات العربية، فأنا رايح أشوفها أكيد. الحمامات العربية كان أول ذكر ليها كان سنة 1194، لكن مش معروف اللي بناها العرب ولا حد هنا كان متأثر بتاريخ العرب، ولكن من المعروف أن معظم مدن الأندلس كان فيها حمامات عربية اللي كانت متأثرة طبعا قبل كده بحمامات روما القديمة. فضلت المنطقة حمامات لغاية ما هاجر المنطقة دي اليهود بعد محاكم التفتيش، فتم استخدام الحمام ده كملجأ لليهود الهربانين، وفضل كده لحد سنة 1618. بعدها اشتروها مجموعة من الراهبات وبقى جزء من كنيستهم اللي استخدموا الحمام ده كمخزن ومطبخ ومكان للغسيل. وفضل المكان جزء من الكنيسة لحد ما وصل مجموعة من المستكشفين والرحالة زي واحد اسمه ألكسندر ديلابورت للمكان ده، وكتبوا عنه وأرخوه في كتبهم. ووصلت الدراسات دي لمجلس مقاطعة جيرونا سنة 1929 اللي استلمت المكان ورممته وتم فتحه للجمهور سنة 1932. والحمامات العربية دي فيها خمس غرف، اللي زار الحمامات العربية في سوريا أو تركيا أكيد هيعرف ترتيبهم فورا. والغرفة الأولى اللي هي بتكون أجمل شيء في أي حمام هي غرفة تبديل الملابس والتواصل الاجتماعي مع الناس اللي داخلين على الحمام. بعد كده بتخش غرفة اللي اسمها الغرفة الباردة أو التلاجة، اللي هي غرفة بتكون متحاطة ببابين مزدوجين اللي بتحافظ على برودة الحمام في الغرفة اللي بعد كده، عشان تكون فاصل بين الحرارة اللي من بره والحرارة اللي جوه، وفي نفس الوقت بتستخدم في نهاية زيارة الحمام عشان كنوع من التدريج للحرارة اللي طالع منها، يعني بتستخدم في الدخول والخروج. بعد كده بتيجي الغرفة الدافية اللي اسمها غرفة الحمام الساخن. فكانت الحرارة في الأوضة دي دافية مش سخنة مولعة، وكانت بتستخدم للراحة والاسترخاء أو حتى التواصل مع غيرك أو تناول وجبة كده سناك وانت قاعد بتستحمى. والغرفة اللي بعد كده كان اسمها الكالداريوم، وهي كانت الغرفة الأكثر سخونة في كل الغرف، فهي تقريبا زي الساونا أو غرفة البخار في عصرنا، وكان بيتم تسخين غرفة الكالداريوم والتدفئة المركزية للمكان عن طريق الغرفة الأخيرة والخامسة اللي كان فيها نار بتسخن بقية الغرف بنظام بيوصل البخار اللي طالع منها للغرف التانية. وزي أماكن كتير في مدينة جيرونا اتشهر المكان ده شهرة عالمية لما طلع في مسلسل صراع العروش، واللي شاف المسلسل أكيد هيفتكر لما كانت أريا هربانة ودخلت الحمام ده وهي بتحاول تستخبى فيه. ولو طلعت سطح الحمام هتشوف مناظر جميلة من فوق، خاصة القوة الحجرية اللي هتفكرك بآخر حمام عربي في جيرونا. لفيت الحمامات كلها، يا ريت لو كانت شغالة كان الواحد ارتاح شوية من الحر والمشي اللي انا ماشي طول اليوم. انا رايح دلوقتي المكان اللي هناك ده اللي هي فيه اسوار المدينة، فهنزل واكمل الرحلة. هو المكان مش كبير يعني، ولكن بيوريك كده لمحة من تاريخنا القديم الجميل. شايفين الجمال؟ يعني هما بيقولوا ان الحمامات العربية دي اللي اسمها الحمامات العربية اصلها مش عربي، سبحان الله. بس خلينا نشوف الجمال ده كله لاخر مرة. وصلنا اسوار جيرونا الحصينة. الأسوار دي بناها الرومان سنة 1 ميلادية عشان تحمي مدينة جيرونا من الغزاة، وبتكون ممتدة على طول المدينة القديمة لجيرونا. والأسوار دي حمت فيرونا طول العصور المختلفة لدرجة أنها تعرضت للحصار أكثر من 25 مرة، ومحدش قدر يغزوها بسبب الأسوار المنيعة دي، لغاية بداية القرن 19 لما هدموا جزء من الأسوار عشان يوسعوا في المدينة. واحلى شيء في الاسوار دي هي المناظر البانوراميه الجميله لما تطلع فوقيها، واسطح المنازل زي ما انتم شايفين والجبال اللي حوالين المدينه. والاسوار طويله جدا لدرجه ان ممكن تمشي جنبها لمده ساعتين ما تخلص، ولكن للاسف انا مستعجل جدا لان زيارتي هنا يوم واحد بس، فخلينا نروح على مكان تاني بسرعه.
وما أجملك يا مدينة جيرونا، شايفين جمال المدينة قد إيه؟ شيء روعة يا جماعة. صدقوني أنا تعبت بالمشي يا جماعة، بقالي تقريبا دلوقتي 6 ساعات بتمشى، ورايحين على الكنيسة الجميلة اللي فوق دي اللي هي بتعد تاني أهم معلم في مدينة جيرونا كلها. والكنيسة الجميلة اللي فوق دي واللي بتكون من أهم معالم مدينة جيرونا اسمها كنيسة القديس فيليكس. الكنيسة القديس فيليكس هي مخصصة للقديس فيليكس حامي جيرونا، وقديس شهيد كاتالوني اتوفى في مدينة جيرونا سنة 304 ميلادية، وقتل وقتها الامبراطور الروماني ديقلديانوس لما رفض ان هو يقدم البخور لأصنام الالهة الرومان القديمة، فاتحطمت التماثيل عند رجليه لما كان بيصلي وتم تعذيبه عشان يرضى، ولكن كان مستحيل يوافق لحد ما تم اعدامه. والكنيسة دي اللي بتكون كنيسة رومانية كاثوليكية تم البناء المطول ليها على مدى 5 قرون من القرن 12 للقرن 17، كل شوية تجيلهم فلوس يبنوا اكتر، وعشان كده تتميز بانها مزيج من طرازات من عصور مختلفة. وزي ما انتم شايفين الواجهة تبعتها واجهة بتتميز بالطراز الباروكي، ولكن الهيكل تبعها هيكل على الطراز الرومانسي، ويا ريت كانت فاتحة كنت وريتها لكم من جوه. ولكن اشهر حاجة في الكنيسة دي هو برجها المعمول على الطراز القوطي، واللي بتقدر تشوفه من اي مكان في المدينة لانه طويل جدا، فبيوصل طوله لاكتر من 100 متر في اي مكان في المدينة هتقدر تشوفه. ورغم ان الكنيسة دي اتبنت في القرن الـ12 الا انها لسه شغالة لغاية النهاردة. معايا اليوم بالجولة، شو رايك بالجولة يا استاذ شهم؟ الجولة حلوة بوجودك أخي نادر. شكرا شكرا شكرا. هذه المعلومات هذه المعالم ما كنا نقدر نوصلها لولا وجودك. أنت ذخر لهذه القناة، شكرا جزيلا. أنا اللي انبسطت كمان بوجودكم معي اليوم، كانت جولة كتير لذيذة. تحب تأكل بوظة آيس كريم؟ لا أكل بعد الفيديو. أهلا وسهلا. يلا سلام، باي باي. وازاي نكون في جيرونا وما نشوفش البحر بتاعها مثلا؟ فاخترت شاطئ جميل اسمه شاطئ بلانيس ورايح عليه دلوقتي. وبلاج بلانيس بيقعد حوالي 45 دقيقة من جيرونا، وبيعد واحد من أهم شواطئها وأكثرها شهرة وزيارة في كل شواطئ جيرونا لأنه مشهور بميته الفيروزية اللي واضحة زي الكريستال. واخترته علشان بيكون أول قرية بعد جيرونا على طول، وأول الساحل الطويل اللي اسمه كوستا برافا، واللي بيمتد شواطئه جوه المدينة لأكثر من 4 كيلو، تخيلوا. بس انا مش هروح جوه المدينة اللي فعلا بيقولوا جميلة جدا، ولكن هتمشى على البحر واوري لكم جمال الشاطئ علشان ما عنديش اي وقت. وعلى عكس شواطئ اوروبا اللي انا زرتها، فالمية هنا ما بتتحركش تقريبا طول السنة. والحاجة اللي بتميز الشاطئ ده كمان وجود المرتفع الصخري اللي قصادنا ده، فخلينا نتمشى ونطلع عليه كده ونشوف المنظر الجميل من فوقه. وصلت فوق الهضبة، يا الله تقريبا 10 دقايق طلعة، مش مصدق امتى اوصل. يا ترى المنظر من فوق عامل ازاي؟ شايفين الجمال؟ سبحان الله، البحر الابيض المتوسط. وطبعا كل الالعاب الشاطئية موجودة هنا، ومليان قهاوي ومطاعم. وشاطئ بلانيس حاصل على جوائز في الجودة البيئية وجائزة العلم الازرق في الامان والنظافة، وحكمل لغاية الآخر. مش كل يوم حاجي هنا، هطلع لغاية آخرتك يا هضبة. شايفين المنظر؟ يا الله كل شيء جميل في مدينة بلانيس دي. اوعى يا ابني اوعى توقعني. المية فعلا كريستالية فيروزية، ولكن شايفين قناديل البحر؟ قناديل البحر كبيرة قوي يا جماعة، كبيرة قوي، بس المية تجنن تجنن. شايفين رايقة قد ايه المية؟ حاجة فظيعة سبحان الله. بس يعني قناديل البحر برضو بتخوف، حتى والمية يعني المية جميلة بس قناديل البحر بتلسع. وتعالوا اوريلكم اخر نظر على شاطئ بلانيس قبل ما ارحل على المنطقة كلها واسيب جيرونا. طيب وهكذا يا جماعة، من امام هذه الكاتدرائية الجميلة اختم هذا الفيديو الجميل. اتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو واخدتوا تجربة زيارة جميلة لمدينة جديدة هي مدينة جيرونا. اذا عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك، واذا عجبكم المجهود وما عجبكمش الفيديو برضو اعملوا لي لايك عشان تعبت بقالي تقريبا
خمس ساعات بصور في المدينة. وعايزين تسألوا أي سؤال ممكن تسألوه في التعليقات تحت الفيديو، وإن شاء الله أشوفكم فيديوهات تانية. لغاية ما أشوفكم هتوحشوني كتير، وسلام من أسبانيا، أحلى تحية وسلام.